طبعا رافعوا المايك حسون زلزل ابن الحواس النسخة الأصلية. تعال ابن القابة نظور المفصوم. ابن القابة عندما شهرت غضيب على نساء الإعمارة فغالنا الغوث يا صاحب الزمان ومفرداتك يا حسون زلزلة تنزل على أهل الإعمارة ضغلة من المعيار والميزان. ابن القابة والله لا سلطنك من عالم المقاتل جاكي جان والله لا شغبط على كسرتك من كل الألوان والله لا طقنك عارب الديوان. ابن القابة نيشمك جدام الدواعش والأمريكان. ابن القابة اقصد كسرتك بمعجون مال أسنان. ابن القعبة تعال ابن القعبة نظور المفصوم أشباهك وأشباهي مختلفة حسون زلزل ابن الأحواز أسطورة هذه حقيقة وليست خرافة خضع واليوم سوف أنشر اعترافه حسون زلزل بالمايكات الستين بسبع بعاصم وصوف شبير الإعمارة كفة ووفى نحن أناس منحرفة وهذا كلامي ونابع من نشف حسون زلزل يريد يمسح كرامتكم وهذا هو هدف صاعد ولا أطفش عليكم وأنا جالس على الغنفة. ابن القعبة أنتم الخصوم تشبهون الزرافة نكحناكم في البلد وأطرافه وهذا المايك مني لكم مكافئة. قال ابن القعبة ولا طقنك من عال ضلع اسد دي غار من القعبة خلي امك تكض العرض ضل بي تحتار من القعبة طقنك من عال مسلسل ما مراد على مدار ابن القعبة طشركم طشار سنطنك من عال سيف البتار ابن القعبة نيتشمك في برنامج الحوار. قال ابن القعبة عم كان حسون زلزل الاسد ابن الاسد ابني على كسرتك قصور وسد ابن القعبة طقنك من عال الفاسد ابن القعبة نيتشمك لا طقنك بصمش عليك الجسد ابن القعبة. من الثاني اذا اخر مره شوف تستبسب علي باليوتيوب اوكي.